ترك بصمة ذهبية في تاريخ الكرة الجزائرية، هو واحد من أحسن جنرالات وسط الميدان في الفريق الوطني منذ الاستقلال. صنع أفراح وأمجاد الجزائر في الدقائق الأخيرة ليكون فارس بهجة الجزائر الجريحة بعد الاستقلال. وهكذا بديت مع اللاعب السابق في المنتخب الجزائري لكرة القدم عمر بطروني. يلي تحب تعمل صفور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. نبدع للقول نغني من جهتو كون مهني، كور فير صور ولو الكوني تقول سبع ولد الدنيا. احتضنه ورعاه الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة الذي يعيش مع هذا اللقاء الكبير في الملعب الأولمبي ليحضر تطور الكرة في إفريقيا. فرح عمر بطروني، لعب تاع مولودية الجزائر وتاع الفريق الوطني. بديت في مولودية الجزائر، بديت في 62 كنت مينين بريميراني، وفي الفريق الوطني بديت في 68. لما بديت في مولودية الجزائر كانوا في عمري 11 سنة، وفي الفريق الوطني كانوا عندي 18 سنة. زايد في مدام الأفريك نوتردام، مدام الأفريك مولية لزايدين في القصبة. مولودية الجزائر في 56 حبسوا الكرة القدم لما صارت هذيك الكارثة في ملعب سانت جان. كان زمان يقولوا سانت جان، اليوم راهو بولوغين. كانت كارثة، كانت الموتى، وكانت ضحية بزاف من لي سيبورتير تاع مولودية الجزائر. في 1949 دونك كانوا عندي في عمري سبع سنين. هذاك الوقت شفيت مام، كانت المقابله تاع 56، كنت مع الشيخ الله يرحمه، على بالك بلي عندي الشيخ شهيد، وتفرجت المقابله هذيك، شفت واش صار هذاك النهار في الملعب تاع بولوغي. كي شفت المقابله هذيك قعدت بين عيني هذيك المقابله، وتمنيت قلت ان شاء الله لو كان محسوب يكتب ربي نلعب في مولودية الجزائر. طرش مولودية الجزائر كان فريق، على بالك بداو في 1921، عنده تاريخ. كانت هذاك الوقت يلعبوا الأنصار تاع مولودية الجزائر، كانوا كامل مسلمين، ويلعبوا ضد الأنصار تاع فرنسا. وكانت تسمى كانت حقرة، كانت على بالك، كانت كل يوم الفريق تاع مولودية الجزائر
يحبوا كما نقولوا احنا يحبطوه للدرجة الثانية، وهما ما قدروش يحبطوه، ولكن استعملوا كامل. لما في 56 صارت هذيك الكارثة، حبسوا المولودية الجزائر، حبسوا باش ما تكونش الموت وما يكونش الضحية. طلبوا الاستقلال، كانوا كما نقولوا خرجوا الإعلام تاع الجزائر وطلبوا طالبين استقلال، وكي شافوا الإعلام وسيبورتيو في المولودية وبداوا على بالك كيفاش بداوا يزقيو بواحد كما نقولوا احنا سلوغون تاع الجزائر. وتم اللي بدات الكارثه كما نقول. كنت فوق درع الشيخ الله يرحمه، شفت المقابله، شفت كانوا دخلوا لي سي ار اس، كانوا زمان كانوا يقولوا لي سي ار اس، وكانوا الشرطه لي سي ار اس والشرطه كانوا دخلوا بالمطوات تاعهم بلي كابيون بلي باش وراحوا ليهم، حتى كان اللي راحوا طاحوا في البحر، كان اللي طاحوا في البحر مور ستاد هذاك، طبعوهم، كان اللي طاحوا في البحر، كان اللي داوهم، كان اللي ضربوهم، كان صارت على كل حال صارت كبيره، كارثه كبيره. الشيخ مات في 57، استهد في 57. حياتي مع العجوزة وخاوتي كنا صغار، وكنت نقرا كي واحد الشيخ ما يكونش دونك بقات ماني الله يرحمها لا غرومير تاع الشيخ هي اللي كانت تخدم، وحنا نقراو وانا كنت نلعب، نقرا ونلعب الكره حتى 62. وكما كامل كانت ميزيريه زمان، كانت ميزيريه في وقت نقرا ونلعب الكره، كنت نقرا ونلعب الكره، نقرا ونلعب الكره. ومن بعد دخلت 8 سنين، دخلت لعبت عام في الستينات، اثنين وستين لما جت مولودية الجزائر، 62 دخلت درت كما نقولوا احنا نيسي في المولودية، وداوني هذا كنت صغير مينين بلا بريمير اني، داوني بديت لعب من تم، بديت لعب كنت كما يقول لك كنت انا هو كنت صغير تما 11 سنه وما كانوا تاع 12 سنه، كنت انا بريميران من تم بديت نلعب. وهذاك كي كنت نلعب المينيم بريميراني، كنت مينيم دوزياماني ما يلعبونيش، يطلعوني كادي، كنت كادي بريميراني، دوزياماني جونيور بريميراني، بعد جونيور بريميراني راح ديريكتومون سينيور. كانت موهبه، كنت نحب الكرة القدم اللي كنت صغير، وكنت نحب نلحق كيما يقول لك باش نلعب مع الكبار هذوما. واحد وسبعين كانت اول كيما يقول لك لقب تاع الفريق المولودي الجزائر. من 62 هما كي بداو، من 62 ما داو والو حتى ل 71 دينا كاس الجمهوريه الجزائريه، الاول لقب تاع المولوديه. ومن بعد من تم بدينا احنا، انا ديت دوك نقول لك ديت ست شامبيونا، وديت ثلث كويوس مع مولوديه الجزائر، وواحده مع الاتحاد العاصمه، ديت زوج كويوس تاع العالم كوب دو مغرب مع المغرب، وكاس افريقيا مع الفريق الوطني، ديت زوج ميداليات ذهبيه، واحده في البحر الابيض المتوسط، وفي لي جوز افريكان
في العب افريقيا في 10 سنوات ديت 11 لقب. '75 مع الفريق الوطني، منتخب الوطني، مع لما لعبنا مع كانت النهاية مع الفريق الفرنسي، وكانت مقابلة على بالك شيقة، ومقابلة كانت كما غير قولي كانت سياسية ورياضية للزوج، ولكن كانت السلطات كانوا محبين خاطرش كانت كما نقولوا حنايا الافتتاح، حلينا كما الالعاب بكرة القدم، وحبوا ورايحين نغلقوا الالعاب بكرة القدم، وحبوا يكملوا بالميدالية الذهبية. دونك كانوا السلطات كما يقول كانوا حابين بالك مام الشعب كانوا حابين ندول الميداليه مع ضد فرنسا، سورتو ضد فرنسا كانت شغل غير قولي شغل حرب، تفكروا شغل حرب، شغل كيدي كانت زمان، شغل كيدي كانت 54 و 76 و 75 مع هذاك العام. تتفكر نفكروا كي تلعبي مع فرنسا، كنا هذاك الوقت نتفكروا واش داروا فينا فرنسا. دونك حنا كانت لينا نظره ما لازمش، كنا خلينا الفريق الفرنسي يتغلب علينا، كنا درنا كامل المجهودات باش تغلبنا وفرحنا الشعب ديالنا. والرئيس الثاني كان راحل هواري بومدين، اللي هو كان يقول لك لازم هذه المقابلة هذه لازم تربحوها. بقات وقيلة دقيقتين النهاية، جاء رايح، كان رايح، كنا خاسرين هدفين مقابل هدف واحد مع فرنسا، وكانت لاميطان، دخلنا لفيسير. بعد جانا علاهم الله يرحمه مع كولونيل زرقيني، جاونا بعثهم الرئيس، قال لهم قول لهم ماشي ممكن، اني با كيسيون تضرب لا مارسياز في سان جوي. قالوا لي جو حلينا بقسم، نغلقوها لازم بقسم. ها هو شو يقول لكم الرئيس. لما سجلت الهدف تاع ليغاليزاسيون هذاك كان رايح وعاود ولا. انا نظن باش ما يقعدش يحضر ليم ناسيونال فرنسي لا مارسياز. لما استقبلنا في البالي تاعو قالها لنا، قالنا انايا على كل حال انا نستقبل غير الناس اللي تربح، قالنا انا غير اللي يربح، قالنا انايا فرحت بزاف لما ربحت الميدالية الذهبية مع ضد فرنسا. كانش لاعب يعني بكل حراسة، بطروني حاول يراوغ، بطروني فتحة لحظة، هدف بطروني مرة أخرى روعة، خطرت البالي باللي لازم يكون هدف، وفعلا كان وأثمرت النتيجة. المجهود الجبار لبطروني إثر المراوغة، ودخلت أخذت طريقها نحو الشباك، هدف نظيف رائع وجميل، ومن اللاعب الدولي الكبير هذه الإعادة. بطروني يبقى فارق الآن في هدفه، شوف كيف تقدر باخته، أما ممتاز جميل جدا. بوسري لمن؟ بطروني من هناك الآن، بطروني في انطلاقة نتاعه، صاحبه قدامه، بطروني يتوخر كثير، بطروني ويزر. فكرت كيفاش فرنسا، كيفاش تفكرت الشيخ الله يرحمه نهار داوها هكذا ليماج هذيك تاع. دونك زدت تحمست أكثر وأكثر لما جات هذيك اللقطة، هذيك اللي جات تاع الآخر، قلت ما لازمش، ضربتها بكل قوة ما نكذبش عليك، وش كان عندي ضربت بكل قوة وتسجلت وكما يقول لك ربي سبحانه كان معنا باش ما يغضبش هذاك الشعب اللي كان يسنى. البالك شعب كان
الشعب الجزائري كامل كان يسنى في هذيك المقابله هذيك مساكين في كيسجلنا وكذا وتسمعي هذيك اللمسه تاع 1 2 3 فيفا لالجيري تزيد فيك قوه ثانيه. قال لي روح سي عمر ثم قال لي ريح قدامي باش تحكي لي شويه. حكيت له على بالك حكيت له هو يحب يسمع يحب يسمع بزاف. مالا قال لي كيفاش تخلي حتى الدقيقه الاخيره باش تسجل هاد الاهداف هذوما. قال لي حبيت تنحي تحبس قلوب الجزائريين. قلت له لا قلت له سيد الرئيس قلت له على بالك الكرة القدم ما تعرفش وقتاش يجوا باش تسجل باش تسجل ما تعرفش وقتاش كيما نقولوا حنايا تعرفش وقتاش الفرصات هذوما وقتاش يجوك. زاد قال لي تسمى وهم هذاك النهار الغاشي اللي كان في الملعب في نهار الكاس افريقيا هذاك تسمى خلع الغاشي هذاك اللي كان مولودية الجزائر واش تجيب الشعب. قال لي لما تلعب المولودية قال لي الشعب هذا كامل قال لي كيلعب فريق الوطني ما كاش بزاف الشعب وفي خاطر قلت له الفريق هذايا قلت له على بالك سيد الرئيس تأسس في 1921 قلت له عنده تاريخ قلت له تاريخ والشعب يحب المولودية الجزائر ديجا على جال الثورة واش كان يديروا في من 1921 حتى 62 تسمى لعبوا ضد فرنسا قلت له كانوا يلعبوا ضد فرنسا كانوا قلت له كانت ديجا الثوره بدات هذاك الوقت قلت له بدات الثوره ديجا بدات في كره القدم. قلت له من بعد لما في 62 وكذا قلت له جات هاد لاجيني كانوا قلت له زمان كانوا ما يقدروش يربحوا وكذا ما كانش ربح كيما دوك ولكن من بعد كي جينا هنا هاد النوفيل جينيراسيون شبان هادو ما طلعنا الفريق شبال هذا طلعنا مع لحقنا ال 71 72 بدينا نديروا قلت له بدينا ندوا البطولات وندوا الاخر قلت له والشعب هذا تاعنا يحب غير كيما نقولوا حنا الفريق تاعنا كي كان يربح على هذيك اللي الغاشي جا قلت له الغاشي هذايا قلت له الشعب هذا والانصار قلت له ماشي غير هنا في الجزائر قلت له على التريتوار ناسيونال قلت له مغردايا يحبونا قلت له مسيله وهران لي زونفيرون هنايا قلت له يحبوا قلت له كامل يحب الفريق يحبوا الفريق المولودية الجزائر على ماش قلت له على اللعب ديالها وعلى البطولات اللي داو وسيرتو قلت له كي دينا الكاس افريقيا هذايا قلت له اونكور زادوا يحبونا اكثر واكثر. ألف وتسعمية وثمانية وسبعين كانت لا ريفورم يقولوا لها الإصلاح هي 78 أنت شتي واحد عنده 28 سنة في عمره يحبسوه بكرة القدم هذه ما كاش منها ما لازمش الكرة القدم يقدرها كي شفتي اليوم اللاعبين يلعبوا حتى 35 سنة هذيك لالوا هذيك ظن خرجوها غير على مولودية الجزائر. بدينا كونتاكت دابا نفض هذا جا كونتاكت ثاني قال لي يا ودي باش تجو تعاون الفريق قلت له نجي معليش نجي نعاون الفريق هكذا صارت ورحنا عاوننا الفريق وكما يقول لك الحمد لله عاودنا طلعنا الفريق الناسيونال اون وزدنا كما يقول لك دينا الكاس كاس الجمهوريه. لما الكاس الجمهوريه هذا كان واقيلا 6 سنين ولا 7 سنين وما يلحقوا للنهايه وما يديوهاش وهذاك العام داو الكاس نقول لك الور كيفاش يقولوا هما المولوديه الجزائر كي يلاقيوا الانصار تاع الاتحاد يقولوا لهم اعطينا لكم البركه باش جبتوا الكاس على بالك.
لعبت حتى 40 سنه، لعبت في الفريق من الاتحاد تاع ليسما، من بعد رحت الابيار كانوا في الديفيزيون دونور طلعناهم الناسيونال دو. تسمى وين جوز وين جوز لازم نخلي البصمه تاعي. درنا تجربة على كل حال هائلة. كنت مدرب تاع بدينا كيفاش باش درنا كونا فريق الاشبال اللي يروح لكاس العالم مع لي دي تي ان ولي دي تي وي تاع الليست تاع السود السنتر والويست في ربع. درنا كيما نقولوا احنا سنينا العطله تاع الدراري في لي فاكونس تاع دو نويل هذوك، كانت عندهم عطله، رحنا البويره درنا تما كيما نقولوا درنا لا بروسبكسيون مع المدربين، درنا فريق والله يقول لك فريق لاباس به. خيرنا 30 لاعب وخلينا كيما نقول لك احنا الابواب مفتوحه، لما نصيب واحد مليح لازم نجيبوه. بدينا ندربوهم وكذا، واليوم ولعبنا الكاس، لعبنا المقابله الاولى طحنا مع المغرب ربحناهم جزنا الفوق، ولكن المقابله الثانيه طحنا مع نيجيريا، والنيجيريا كانوا عندهم لاعبين بروفيسيونال وكانوا يدربوا كما لازم، كانوا يحبطوا الاجاكس، كانوا يلعبوا قريب كامل في اجاكس امستردام، وهذوك هذاك الفريق هذاك تاع النيجيريا هو اللي تغلب على هو اللي محسوب نحانا من الكاس. إيه ربح باجر. من بعد كان خليفتي صح دار الدور تاعو في الفريق الوطني كما لازم الحال، وكان لعب كبير على كل حال ربح ماجر كان عنده، مي هما كيما يقول لك الحظ ديالهم اللي كان. ومن بعد في كيما في الثمانينات لما جاء الرئيس الراحل شادلي تسمى حلوا، كانوا يقدروا يروحوا للخارج، وهذيك اللي زاد كي راح للخارج زاد فورما وزاد ولا كيما نقولوا حنايا لعب كبير وكيما نقول لك بروفيسيونيل. احنا هذاك الوقت ما كانش الاحتراف وما كانش الامكانيات كيما يقول لك الفريق الوطني ما كانش عندنا كامل، ولكن درنا كيما يقول لك اللازمه واللي علينا ولحقنا الفريق الوطني للمستوى العالي كيما يقول لك. عندي 3 بنات ولد، انا ولادي شغل حبيبهم هكذا، شغل ما عنديش هذيك تسمى خشين معاهم ولا ما عنديش هذيك تسمى. عندي اولادي شغل اصدقاء، والله غير كان واحد خليفتي ولكن حبس. كان خليفتي كان خير مني، كامل يلعب خير مني، ولكن حبس ما حبس ما تعرفي ما مع هذيك المرحله هذيك اللي جازت في الجزائر وكذا والدنيا، دونك ما قدرش يتبع. والله غير شوفي انا نقول حاجه، والله غير احنا حبينا على كل حال، انا كان عندي مشروع حبينا نديروه، ورانا نسناو فيه المشروع، هي كيما السونتر تاع ليكول دو فوتبول. انا كنت حاب ندير السونتر تاع ليكول دو فوتبول الدراري من 6 سنين حتى 12 سنه، هذا هو اللي نعطي النداء الكشوالي ولا اللي يهديه ربي يعاونونا بان سونتر دو فورماسيون. فوالا هذا هو اللي واش